الله أعلم. الأخت أم بدرية تسأل عن والدتها، تقول أنها مريضة وكبيرة في السن ولديها خشونة في الركبة، فالطبيب منعها من أن تنزل السجود، فهل لها أن تسجد وهي جالسة على الكرسي؟ نعم، إذا كانت لا تستطيع، جاء في حديث عمران رضي الله عنه أنه أصيب بالبواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا أو فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. فيجوز للإنسان أن يصلي جالسا إن استطاع الجلوس على الأرض أو على الكرسي، ويومئ بالسجود والركوع، ولا حرج عليه في ذلك، وأجره إن شاء الله تعالى تام، ولا يجوز مخالفة الطبيب إذا كان سيحدث مشكلة للإنسان، يعني تضاعف في المرض أو يعني تأخر في البر أو نحو ذلك، يعني ربما يحرم على الإنسان، يعني قال له الطبيب لا تسجد، لأن سجودك مثلا صلى عملية في عينه أو شيء، وقالوا لا تسجد، إن سجدت صارت في مشكلة، فلا يجوز له السجود في مثل هذه الحالة، لأنه يضر نفسه في ذلك، والله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.